حقق فريق وزارة الداخلية لقفز الحواجز المركز الاول في المسابقة الكبرى لبطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لقفز الحواجز والتي نظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة واقيمت منافساتها على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري في الرفه. ياتي ذلك تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. وذلك بحضور انجال سمو الشيخ ناصر بن حمد الذين شهدوا البطوله وقاموا بتتويج الفائزين كما حقق الفريق المركز الاول في بطوله بارشو جامبينج